السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت المهندس سعيد خليل المسحال أبو هشام الكائن في الرابعة عمان. اليوم هو السبت الموافق 8 كانون الثاني لعام 2011، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestinerememberd.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود، ويشارك أيضا بإجراء هذه المقابلة الروائي عبد السلام صالح. أسئلة هذه المقابلة أستاذنا الكريم تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما أسئلة القسم الثاني فتهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. تسمح لنا نباشر بأسئلة القسم الأول أستاذنا الكريم؟ تفضلوا. تعطينا اسمك الكامل عمي؟ أنا اسمي الكامل المسجل في شهادة الميلاد. نعم. محمد سعيد خليل إسماعيل المسحال. الله يحييك يا حبيبي. بس معروف سعيد خليل المسحال. أهلا وسهلا. بدنا مكان وتاريخ الميلاد عمي. من مواليد قرية الجورة عسقلان في 24/7/1933. الله يعطيك الصحة والعافية عمي. حياك الله. طيب اسم والدك الكامل عمي؟ والدي اسمه خليل إسماعيل والمسحال. عائلة المسحال هي فرع من عائلة البردويل، وعائلة البردويل تنقسم إلى عدة أقسام: المسحال، الجعبري، حسونة، وبردويل، وهي منتشرة بين المجدل والجورة. تقريبا ثلث العائلة في المجدل وثلثينها في الجورة. المسحال عمي ولا البردويل؟ البردويل. نعم. عائلة البردويل. والدي كان مختار عائلة البردويل عليه رحمة الله. الله يرحمه. اسم والدتك الكامل عمي؟ اسم والدتي فاطمة إبراهيم إغراب مطر، برضو من الجورة. برضو من الجورة، من عائلة مطر. طيب أستاذنا الكريم، توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك، وإن شاء الله أنها ذاكرتك تسعفنا. أهلا وسهلا بكم. الله يحييك. اسم قريتك عمي الجورة؟ القرية اسمها الجورة عسقلان. طيب عندك أي معلومات عن سبب تسمية القرية بالجورة؟ عسقلان كما هو معروف في تاريخ فلسطين هي إحدى المدن التي بناتها قبائل البولستا، اللي هي أخذت فلسطين اسمها منها، اللي هي قبائل يونانية كانت تأتي عن طريق البحر وتبني لها تجمعات على الشاطئ، ثم تتواصل مع الكنعانيين، وتواصلهم مع الكنعانيين وتناسبهم معهم وتجارتهم معهم تكون أساس الشعب الفلسطيني في الماضي. فكانت عسقلان مدينة مصورة على الطريقة اليونانية، كانوا يبنوا المدن ويحيطوها بأسوار، ثم لكي لا يدخل الغرباء إلى داخل المدينة كانوا يبنوا المنطقة الصناعية أو المنطقة التجارية خارج السور. فأجورا عسقلان يعني سوق عسقلان. وأنا زرت اليونان وطلعت على آثار اليونان أثينا وبجوارها أجورا أثينا. فأجورا عسقلان تحول الاسم إلى الجورة عسقلان، ومجدال عسقلان يعني المنطقة الصناعية اللي كانت فيها النول تحدث
الحدادين والنساجين والى اخره، فكانوا يسموها مجدال. فمجدال عسقلان او المجدل عسقلان تبعد عن سور عسقلان حوالي 4 أو 5 كيلومترات، بينما أجورة عسقلان أو الجورة عسقلان هي محاذية لعسقلان مباشرة. طيب عمي، عدد سكان قرية الجورة عام النكبة تقريبا؟ أنا لا أزال أذكر العدد تماما، لأنه قمنا بإحصائية وصفتي ابن المختار، كنت مشترك في لجنة الإحصاء، فكان عدد سكان قرية الجورة 4200 في سنة النكبة، سنة 1948. أنا كنت عم أسألك عم عن يعني هل كانت حكومة الانتداب البريطاني تقوم بعمليات إحصاء، ولا فقط المخاتير كانوا يسجلوا مثلا المواليد والوفيات؟ لا، كان في تسجيل مش عند المخاتير، في دائرة الصحة كان يسجل. في دائرة الصحة في المجدل، يعني جميع القرى المجاورة للمجدل كان في يتم تسجيل المواليد في دائرة الصحة في المجدل. وأنا عندي الكشان الأصلي بتاعي موجود معي. نصوره ما كلا كان حمد. طيب أيضا عم المخاتير كانوا يعني يعملوا تسجيل للمواليد أو للوفيات ويثبتوها في الصحة، ولا الصحة نفسهم هم اللي كانوا يقوموا بهذا العمل؟ لا، كانت الداية هي اللي تروح تسجل. هي كان أيامها الداية اللي تولد، فهي تأخذ المواليد وتروح تسجلهم، واللي ما بتسجلوش الداية يروح يسجلوا أبوه يعني. نعم. طيب أستاذنا الكريم، لأي مدينة كانت تتبع قريتك الجورة؟ الجورة احنا كنا نسمي أنفسنا قضاء المجدل. نعم. وطبعا المجدل وكل قراها كانت من تتبع لواء غزة، لأن فلسطين كانت مقسمة كما تعلم إلى ألوية، وإحنا من أتباع لواء غزة قضاء المجدل. والمجدل هي كانت الأكبر قرية نقدر نقول، لأنه يعني مش مدينة متكاملة. يعني سكان المجدل كانوا على ما أذكر حوالي 18,000. كانت أكبر قرية في قضاء المجدل حمامة. حمامة كان عدد سكانها حوالي 6,000 أو 7,000، مش متذكر بالضبط. وثاني قرية هي الجورة بعدد السكان حوالي أكثر من 4,000 شوي زي ما ذكرت. لكن الجورة كانت أشهر قرية في القضاء لعدة أسباب. أولا لأنها مشهورة بأنها مركز علمي، ولذلك كان فيها التدريس من أيام العثمانيين وما قبل العثمانيين. كان فيها كان يأتوها من القرى المجاورة ليدرسوا في جامعها، وبعد ذلك أقيمت المدرسة. وبلد القرية الوحيدة اللي كان فيها للصف السابع. طيب سيدنا الكريم، رح نيجي على هذا الموضوع إن شاء الله. لأي مدينة كانت تتبع لغزة أو للمجدل؟ المجدل كم كيلو كانت بعيدة عنكم وبأي اتجاه؟ المجدل شرقينا تماما، حوالي 4 كيلومتر بعيد، مش بعيد. وغزة حكي؟ غزة بعيدة حوالي 20 كيلومتر. 20 كيلو بأي اتجاه؟ جنوبا. جنوبا. طيب عمي، إذا بدك يعني هيك تعطينا صورة عن جغرافية وتوبوغرافية الجورة. الجورة، الجورة رغم اسمها الجورة إلا أنها مبنية على رأس تلة تطل على البحر، وتقع شمال شرق سور عسقلان. سور عسقلان التاريخي كما أذكره يتكون من نصف دائرة مواجهة للبحر من الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية سور،
والسور على مر الأيام تحول وكأنه ثبان رملية، لأنها يعني تجمعت فوقه الرمال، لكن ظلت مباني السور معالم. ظاهرة من فوق الكثبان. قرية الجورة بنيت، كانت أساسا قرية سوق كما قلت، ثم أصبحت قرية صيادين، و لأنها بجوار عسقلان، عسقلان فيها ما لا يقل عن 300 بئر أردوازي، ولذلك كانت أراضي الجورة بساتين غناء، فيها بساتين البرتقال وجميع الفواكه وجميع الخضار، بالإضافة إلى كروم العنب. طيب أستاذنا الكريم، هذه التلة اللي كان مبني عليها المساكن أهل القرية، كانت يعني تلة ترابية ولا تلة صخرية؟ لا، تلة أعتقد يعني إنه، والبيوت عليها أنا مش متذكر إيش، إنما كان يعني مش تراب، لا إشي صخري. صخري، طيب ارتفاع هذه التلة عن البحر عم تقريبا مش كثير يعني، 10 متر مثلا في أكثر؟ حوالي تتراوح، لأنه نعم. يعني جاية من جميع الجهات، في منخفضات وتلال، منخفضات وتلال، لكن الرأس يمكن يرتفع عن سطح البحر حوالي 20 متر. طيب عمي، كان في أودية حول القرية؟ كان في القرية واد رئيسي يتكون من المياه الأمطار، عندما تهطل الأمطار وتخرج من البيوت وعبر المزاريب وإلى آخره، وتنزل عن التلة، فتتجمع في واد، يعني ليس واد مستمر أو واد، واد يعني جريان مي في الشتاء فقط. جريان مياه في الشتاء، لكن كان ينحر في عرق سور عسقلان، ولذلك قامت البلد بمشروع وحولت هذا الوادي إلى مجرى يصب في البحر، وأسفلت بجوار السور حتى تحافظ على معالم عسقلان، ما ينحرهاش الوادي. كان له اسم هذا الوادي عمي؟ كان اسمه يعني واد عسقلان، لأنه كان بسور جنب السور، وكانت المنطقة المواجهة للبحر يعني يسموها باب الواد. طب كم يعني تقريبا عمقه او عرضه حجي؟ بعتقد انه يعني في حوالي، في انا مشيت فيه يعني الواد، السور عالي من الناحية الجنوبية، السور عالي، انما من الناحية الشمالية في حوالي 3 متر 4 متر، إنما من ناحية السور حوالي 15 متر 16 متر، وعرضه عم كم تقريبا؟ وعرضه حوالي 10 متر كان في الأول قبل ما نظبط ونعمل القناة. طب عمي، كان يترك غدران خلفه هذا الوادي ولا كانت المية بتنشف بسرعة؟ لا، هذه المياه ما كانش يستعملها البلد، مية الشتاء نعم. المباشرة ما كانش يستعملوها البلد، لأنه احنا عندنا زي ما قلت لك آبار ارتوازية لا تعد، ولا تحصى. حوالي 300 بئر ارتوازي، يعني احنا ان بستانفورد داخل عسقلان في 3 آبار، كنا مسكرين بئرين ونستخدم واحد، لانه يعني مش لازم، مش يعني في زيادة عن اللزوم آبار. طبعا كيف كان مناخ الجورة؟ تذكرني الجورة، مدينة قرية مناخها كان باختصار بكلمة واحدة مثالي، في الصيف ما فيش حر، نسيم البحر عليل، وفي الشتاء هادئ، فيما عدا بعض العواصف اللي كانت تأتي من آن لآخر، إنما بصورة عامة القرية يعني كانت تعتبر من أجمل القرى في فلسطين،
وذكرها ابن عبد ربه في كتابه البلدان، وعلى لسان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن لكل قطر قصبة، وقصبة الشام عسقلان. فإحنا الجورة هي عسقلان في الواقع، لأن عسقلان المدن القديمة على فكرة صغيرة، يعني عندما كنت تسمع عن مدينة عسقلان الذي فتحها صلاح الدين ودخلها الصليبيين وتاريخها الطويل، تظن أنها في معترف بالمدن في الوقت الحاضر، يعني عسقلان أقل من منطقة الرابية، أصغر من منطقة الرابية. نعم. طيب عمي، كان في رطوبة في أجواء كونها على البحر يعني؟ طبعا في أيام فيها كان رطوبة، بس مش مؤذية، إنما كان بعض مرات يجينا ريح شرقي في أواخر الربيع وأوائل الصيف. نعم. كانوا يسموها تشليق، شلوق، يعني الريح، يقولوا الريح شلق، يعني جاي من الشرق، والريح الشرقي كان يكون جاف وحار، فكان يستمر يوم أو يومين يكون متعب. بس نعم. طبعا إذا بدنا نعرف حدود القرية من القرى المجاورة، شو القرى اللي كانت تجاور مع الجهات يعني عسقلان، والأبعاد؟ عسقلان أو جورة عسقلان زي ما ذكرت لك، كان الأول أقول لك أهلها كانوا يعملوا في ثلاث مهن رئيسية، في مهنة البستنة، بساتين وخضار وأعناب، وفي مهنة الصيد، وبعضهم كان يعمل في مهنة زراعة الحبوب في أراضي تابعة لبلدنا في القرى المجاورة، فكانوا يستعملوها في زراعة الحبوب. فأراضي الجورة كانت تبلغ حوالي 24,000 دولم، فكانت العائلة شيء يعمل في الصيد، بعضهم يعمل في الصيد، بعضهم يعمل في البساتين، وبعضهم يعمل في زراعة الحبوب، وكلهم في الآخر يصبوا في جيبة الوالد الكبير. القرى المجاورة إن من الشرق، نعم، أو الشمال الجنوب الشرقي، في قرية الخصاص وقرية نعلية. كم يعني المسافة ما بينك وبين هذه القرى؟ قرية الخصاص كانت حوالي 3 كيلومتر، نعلية حوالي 5 كيلومتر. نعم. وشرقا طبعا مدينة المجدل على بعد 4 كيلومتر، وشمالا كانت قرية حمامة على بعد حوالي 10 كيلومتر. جنوبا مباشرة كانت في قرية هربية، وفي عزبتين صغار، مش قرية، عزبة، عزبة جباليا، مش جباليا اللي قطاع غزة الآن، لا، عزبة جباليا في مجموعة من أهل يافا، من حي جباليا اللي في يافا. نعم. كانوا سكنوا في هذه الحتة على أساس أنهم صيادة يعني، فكانوا مكونين عزبة اسمها عزبة جباليا، هذه على حدود قرية الجورة، يعني بعض أراضي الجورة مباشرة، يعني 2 كيلومتر جنوبا. وبعدين في عزبة النحال، عزبة النحال كانت تقع شمال وادي غزة، اللي هو بسموه وادي الحصى أعتقد، نعم، اللي هو الآن على حدود قطاع غزة.
فعزبة النحال إلى الشمال في أقصى جنوب بيننا وبين غزة، يعني فيش بعد النحال تمشي لغاية غزة، ما فيش قرى. هربية كم كيلو بعيد عنكم عمرو؟ هربية يمكن برضو حوالي 7 8 كيلو أو 10 حتى. طب للغرب حجي؟ للغرب البحر بس احنا على الشط. نعم. طبعا بعيد عن كل بحر، البحر أراضي بيوت القرية في بعضها قريب جدا من الشاطئ، لكن القرية بكاملها تبعد عن الشاطئ حوالي 700 800 متر يعني. المشكلة واحدة. طيب عمي، كان في عندكم حواليكم مستعمرات لليهود؟ ولا عمرنا شفناها أبدا أبدا. منطقتنا ما في، لا يعني ما فيهاش مستعمرات إطلاقا، ولا حدا باع أراضي في هذه المنطقة. أذكر وأنا طفل جاء مجموعة من اليهود في سيارتين وأعلنوا عن أنفسهم أنهم بدوروا على أراضي يشتروها، فما كان من أطفال القرية إلا أن كسروا لهم السيارتين بالحجار وطلعوا شاردين، لأنه ما في كان في حدا عند مستعد يبيع أرض مليون. طب أقرب مستعمرة عنا عليكم مثلا ملبس بعيدة عنكم مثلا؟ لا لا بعيدة. أقرب مستعمرة هي المستعمرة التي أعتقد من الذاكرة اسمها كان نتسريم، اللي هي قرب حمامة. يعني بعد حمامة عمل الشمال. شمال حمامة، وبعدين في مستعمرة أخرى اللي هي كنا نسميها احنا كبانية حافظ، اللي هي بعد بربرة، لأنه في قرية بربرة إلى الجنوب الشرقي من بلدنا، شرق هربية، هربية قريبة من الشاطئ. نعم. وفي شرقها في قرية بربرة، و كانوا يسموها مستعمرة حافظ أو مستعمرة دير سنيد، اللي هي الآن شمال حدود قطاع غزة. نعم. طب عمي، وأنت يعني صغير أو أنت موجود في فلسطين قبل النكبة، شفت أو شاهدت هذه المستعمرات؟ أنا يمكن يكون غريب، لكن لغاية ما هاجرنا أنا شفت يهودي واحد فرد، ولذلك قصة. في يوم من الأيام في كان عسقلان، داخل عسقلان في منطقة آثار، فكان عليها حارس كانت تابعة لوزارة الأوقاف، كان أحد مفتشي وزارة الأوقاف كما يبدو يهودي في إدارة الانتداب. نعم. فجاء ليزور عسقلان الآثار، فدهش من جمال القرية وجمال البساتين إلى آخره، فسأل الحارس قال له نفسي إني أنا أخش أحد هذه البساتين. قال له أجمل بستان نعرفه احنا اهل البلد هو بستان لخليل المسحاب، فحاخدك عليه. فطرق الباب عندنا هذا الحارس، وكان مع هذا الرجل، فانا اذكر طفل، يمكن كنت انا متذكرها كويس لانه كان يوم خميس وكنت مروح من المدرسه، بنروح من المدرسة حوالي الساعة 11 يوم الخميس. فالوالد قال لي هات صينية وعليها صحون ومي وإلى آخره وتعال لنا. وهو أخذ وراح. البستان كان يعني قريب من البيت. كان عندنا بستان مساحته حوالي
15 دلم فيه كل ما لذ وطاب من الفواكه، ويعني قطعة جميلة من الأرض. فكان موسى مش بشتوت، فوالدي بيقطف عن التوتة وبيعطيه، قالوا لا بدي أكل أنا بيدي. أنا بقول لك القصة عشان خاطر ما نخشش في التفاصيل. لا خش عمي في هالموضوع مش مشكلة. أنا حامل الصينية وطالع، شفت الراجل بيجري ووالدي واقف وعلامات الغضب على وجهه. فنزلت الصينية على الأرض وصرت أدور على حجر أضرب. إلا عن أبوك إيش عملت في أبويا مش عارف أنا إيش لك قصة يعني. فلما وصلت والدي كان يعني في منتهى الهيجان، قال لي روح 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 روح. فروحت في المساء، علمنا بالقصة إنه هذا اليهودي، وعرفنا يهودي من هذه القصة يعني. بيحكي لوالدي بيقول له أنا نفسي أعيش كمان 10 سنوات. قال له ليش يا ما ربنا يعطيك طولة العمر، ليش يعني 10 سنوات؟ قال له عشان خاطر أشوف هذا البستان بتم إلك والله بناخده منك. فوالدي قال له أنا راح أدير ظهري، أنت الآن ضيفي بدي شابيك، بدي أدير ظهري وعد للعشرة والتفت، إذا شفتك قتلتك. فهو أبوي دار ظهره وهو إجا شارد يجري. فأنا في وصلتي شفت مشهد الجريان. لهذه القصة تعقيب. سنة 48 وبعد الهجرة كان بعض العجائز بقوا في البلد، بعض العائلات الفقيرة اللي كانت خايفة من الهجرة، فاليهود لموهم ورموهم على حدود قطاع غزة. فواحد منهم إجا لوالدي بيقول له بيسلم عليك فلان اللي أنت قلت له هو قال لك واللي شرد منك، وبقول لك مضوا 7 سنوات مش 10. طيب عمي بارك الله. بدي أسألك عمي عن يعني إذا عندك أي معلومات كيف كانت علاقة اليهود بالوضع الطبيعي، ما بقصد في يعني أثناء التوترات، كيف كانت علاقة اليهود مع العرب؟ وهل كان يعني العرب ينظروهم نظرة يعني دونية مثلا، ولا كانت المسألة طبيعية؟ هو اليهود يعني بدي أحكي لك 3 قصص بيدلوك على هذا الشيء. اليهود اللي كانوا في فلسطين اللي هم فلسطينيين اللي هم كانوا حوالي 10-15-20 ألف، يعني كانوا نعتبرهم فلسطينيين، يعني الناس كانت تعتبرهم فلسطينيين، يعني ما فيش إشكال. إحنا ما عندناش تمييز لا بين مسيحي ولا يهودي ولا مسلم، ولا إحنا كلنا فلسطينيين وعايشين بخير وسلام. المشاكل بدأت عندما بدأ يتبين للناس إنه في حركة صهيونية. نعم. فلما بدت أعمال يعني لما ثورة 36 مثلا كانت لطرد الإنجليز مش لطرد اليهود، فيش يهود نطردهم يعني، كان عدد قليل ومش هي العملية هي المقصود فيها اللي بدنا نطرد. احنا بدنا نطرد المشروع الاستعماري، المشروع اللي أصبح وعد دارفور معروف عند الناس. إنما رغم ذلك يعني كان الناس بطبيعتهم الإنسانية، يعني حتى الآن في الضفة الغربية
بتلاقي الناس يميلوا إلى التعامل الإنساني، لولا الشراسة اللي بدأت تظهر بعنف الآن على الصهيوني. أنا بذكر أثناء الحرب العالمية الأولى، في حتى ما كناش عارفين أنهم يهود. الثانية يا عمي، الحرب العالمية الثانية. الثانية قصدي. نعم. كان في معسكر قريب من شرق الخصاص، بين نعليا والخصاص شرق بلدنا، فأمي أعطتني سلة مليانة أكل وأشياء، قالت لي روح لهذول المساكين اللي مهجرين من مهجرهم الحرب. يعني ما كانش عندنا خيال إنه إحنا بدنا جايين ناس ياخذوا بلدنا ويدعوا دعاءات توراتية إنه هذه بلدهم وإحنا بدنا نطلع منها. يعني أنا بقرأ في أحد الكتب إنه واحد من قرية اللد بعد ما دخلوها اليهود راح يلقط شوية تين عن تينتهم، مسكوا الجنود الإسرائيليين وضربوه وحبسوه وهددوه، فغصوا التين اللي معاه وقالوا له هذه التينة مش إلك، هذه الأرض مش إلكم، هذه أرضنا أنتوا كنتوا ساكنين فيها، لكن إحنا استردناها بموجب الوعد الإلهي. هذا هو أساس الأعظم في 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 الكارثة الفلسطينية، هو الادعاءات التوراتية بأنه لأحد الحق بأن يزيح الآخر ويأخذ أملاكه بدم بارد. يعني طبعا حضرتك ذكرت أنه عندك ثلاث قصص تدل على يعني العلاقة، أو خلنا نقول النظرة الإيجابية تجاه الآخر. يعني هاي القصة اللي قصة والدتك، قصة والدتي، نعم، قصة انه عمي في يوم من الايام اخذ ابنه كان مريض، يعني قصة مش ضروري كلهم كله بصبه في اتجاه واحد، لا طبعا، فوصفوه دكتور في تل ابيب، قالوا له في الشارع الفلاني في تل ابيب، ويسأل وهو ابنه بيغلي على كتفه، ولا واحد من اليهود رضي يدله على العنوان، إلى أنه بالصدفة اطلع فبسأل في دكان وين، قال له اسم الدكتور فوق الدكان، وهو بيقول له بعرفش، صاحب الدكان بيقول له بعرفش. فيعني صور لؤم اليهود كيف أساسا بدأ يظهر، فبدأ يصنع شروره، يعني انعكاسات. طبعا ما انت بقابلك بقول لك السلام عليكم وتقول لي عليكم السلام خلاص، انما اذا بقول لك السلام عليكم وتقول روح انجار، راح يصير في يعني عنف في القلب. الحالة الثالثة، كنا بنبيع عنب في حيفا، في كان لا زال أذكر وكيل إنا اسمه أبو شمط، كان هذا يعني في سوق الخضار في حيفا من أشهر الوكلاء اللي هم بيجيهم من القرى، وهو اللي ببيع لك كوميسيون، يعني كوميسيون جي. ف كنت انا رايح مع اخي الاكبر اسمه اسماعيل، اخويا الكبير الله يرحمه، تعيش. ف لما تقول عنب المسحال مشهور، يعني انه هذا يعني نخب اول، يعني نخب اول.
ففي واحد يهودي جاي بيرفع القطف وبتطلع تحته. راح ابو شمط بالكرباج على قال له انت بتشك في عنب المسحار. فاخويا واقف معايا مش عارف ايش اللي حصل، فكر انه مثلا نعمل اعتداء اكثر. فراحوا التاني معاه كان بيحمل في زي الخزرانه الصغيره اللي بيحملوها الفرسان، مش صولجان يعني، خزرانه هيك بتاعت غيه يعني. فطب هو التاني يسلخ، كانوا حوالي 10 15 واحد يهود اخذوا زلمتهم وراحوا، ولا واحد منهم تحدث، يعني ما كانوش يظهروا اي. ولذلك كانوا الناس فاكرين انه يعني هذا الخبث اللي عندهم ضعف، فكان ينظروا لهم نظرة انهم همل شو يعني، بينما هو كان ايامها عملية تخطيط، تخطيط رهيب. طبعا عندك معلومات عن مستعمرات اليهود انها كانت مخدومة بالخدمات كالكهرباء والماء والشوارع مثلا؟ طبعا كل مستعمراتهم كانت حديثة، يعني مش زي كورونا. كورونا كانت احنا الحكومات العثمانيين كانوا مهتمين بالقرية، ولا الانجليز جو اهتموا بالقرية. يعني اهتمامنا احنا، يعني انا قلت لك انه قرية الجورة كان فيها للصف السابع، الحكومة كانت فاتحة للصف الرابع، اهل البلد على حسابهم فتحوا خامس وسادس وسابع، وكانوا يلموا سنويا مبلغ لدعم الاساتذه ولدعم البنى وكل ما يلزم للمدرسه. ما كانتش وزاره المعارف البريطانيه تقبل، تقول لك انا هذه قريه انا ملزم فيها للصف الرابع، اكثر من رابع لا. فلذلك يعني طبعا تليفون واحد كان في البلد، مليح في تليفون عمي. بعد عذاب وصل تليفون، كان اربع مخاتير، كان في القريه اربع مخاتير، فاتفقوا انهم يطلبوا كل واحد تليفون، فقالوا لهم بنعطيكم واحد، اتفقوا. فقالوا بنعطيه للاكبر سنا، فكان الاكبر سنا الحج العبد القادر حسين قنن الله يرحمه، كان رجل طيب، كان جارنا، كان في بيته التليفون، كنا لما بدنا نضرب تليفون نروح، بس هو التليفون الوحيد. بينما المستعمرات كانت تشعلن في الليل كهرباء وكل شيء. طبعا للأسف الشديد انه سواء الآن في البلاد العربية أو في الماضي الصحيح، كان الإسكان مسؤوليتك الشخصية، وكل حياتك مسؤوليتك الشخصية، ما فيش ضمان اجتماعي، ما فيش ضمان صحي، ما فيش الطرقات اللازمة، ما فيش إنك أنت إذا كان عاجز لك مساعدة إلى آخره، هذا مش موجود. بينما اليهود كانوا يجوا على فلسطين يأخذ مضمون العمل ومضمون البيت ومضمون كل حاجة، مهاجر على مكفول من قبل الأموال اللي كانت تجمع في الخارج في أوروبا وفي أمريكا. نعم. طيب أستاذنا الكريم، بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.